وخلينا ننتقل مع حضراتكم من موضوع الصحة لموضوع آخر هام، يعني مش بس بقى بصحة ولكن بشكل عام الاهتمام بكبار السن. وفي اهتمام كبير من الدولة بكبار السن، مش بس ينعكس على المجالات الاجتماعية والاقتصادية ولا الصحية بس، لكن في كمان قرارات بزيادة المعاشات الدورية، لكنه زي ما احنا بنقول بيبقى فيه اهتمام بالرعاية الصحية اللي بتوفرها الدولة سواء لأبنائنا أو أجدادنا. ده من خلال الإعلان عن حزمة من الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن. خلينا نتعرف عليها بشكل أكبر مع ضيفنا عبر كاميرا إكسترا نيوز الدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. خليني يا دكتور في الأول أسأل حضرتك، يعني إيه طبيعة حزمة الخدمات اللي بتتقدم لكبار السن ضمن برامج الرعاية الصحية المستمرة؟ طبعا يعني لو تكلمنا بتفاصيل أكتر عنها وإزاي هيقدروا كبار السن الاستفادة منها. هو الحقيقة برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن بدأ في أول أكتوبر من العام الماضي، وأول أكتوبر ده بيوافق ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمسنين. البرنامج بيقدم حزمة من الخدمات اللي بتراعي بتهدف إلى تحسين جودة الحياة لكبير السن. كبير السن بيحتاج حزمة من الخدمات اللي بتراعي احتياجاته سواء الصحية أو النفسية أو التغذوية. كان الشائع زمان أن الاهتمام أو صحة كبار السن بتبقى جزء من الرعاية الصحية للبالغين بشكل عام، وما كانش بيبقى فيه تسليط الضوء أكبر على الاحتياجات الخاصة اللي بتحتاجها الفئة دي بالتحديد. وبالتالي بدأ البرنامج ده هدفه الأساسي إن أنا بحسن جودة حياة الخاصة بكبير السن بإن أنا بقدم له حزمة خدمات مجمعة بيجي في خلال زيارتين سنوياً، بيتقدم له كل خدمات الفحص الطبي الشامل والفحوصات الطبية اللي بيحتاجها، بالإضافة للتقييم النفسي والتغذوي علشان الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية ممكن تطرأ، وتقديم خدمات التثقيف والدعم النفسي والتثقيف التغذوي للتغذية السليمة. نعم. طيب دكتور، لو بنروح، أنا دايما يعني بحاول أن أنا أروح لوجهة نظر هامة جدا، أو مش وجهة نظر، تساؤل عن دايما حصر الأعداد أو إزاي الوصول للداتابيز أو قاعدة البيانات، إزاي من خلال أي برنامج، يعني سواء برنامج مكافحة إدمان، برنامج خاص بالصحة، برنامج لكبار السن، إيه اللي أنتم بتعملوه في هذا البرنامج عشان تجمعوا أكبر عدد؟ هل بيبقى فيه تعاون مع مؤسسات معينة، دور الرعاية وما إلى ذلك؟ لو حضرتك تشرح لنا وتشرح للسادة المشاهدين. طبعا فكرة حصر المستهدف من أي برنامج صحي هي مهمة كبيرة، وبتحتاج تكاتف بين الوزارات والقطاعات المختلفة، ويمكن احنا شفنا قصة نجاح كبيرة للموضوع ده في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية. وبناء على التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بيتم حصر فئة المواطنين الأكثر من 65 عام علشان نقدم لهم الخدمة الصحية، طبعا زي ما حضرتك ذكرت، بالإضافة إلى دور الرعاية الخاصة لكبار السن بالتعاون مع الوزارات الأخرى زي وزارة التضامن. طيب خليني أسأل حضرتك، طبعا هو الخط الساخن اللي هو 15-335، هل في إقبال من المواطنين لما يتعرفوا على معلومات أكتر عن الاستفسار عن برامج الرعاية الصحية لكبار السن وتقديم فيها أو المعلومات عنها، أو يعني في استفسارات بتيجي على الخط ده اللي هو 15-335؟ طبعا يا فندم الاستفسارات بتيجي دايما، انا مكان اقرب مكان لتقديم الخدمه، ايه الخدمات اللي ممكن تكون مقدمه، ازاي لو انا هاخد اي نصائح طبيه او ارشادات لرعايه كبير السن. برضه برنامج بيسعى في تطور مستمر، واحنا دلوقتي بصدد ان احنا نعمل برنامج موازي للتثقيف والتوعيه لمن هو يرعى كبير السن. الحقيقه ان من يقوم بتقديم رعايه لكبير السن او ما يسمى بالكير جيفر، ده مهم جدا ان انا اعمل له نوع من انواع التثقيف والتوعيه، ازاي يقوم بالتغذيه السليمه لكبير السن، ازاي يلاحظه، امتى يطلب المساعده الطبيه، امتى لو لقى اي تغير معين يحتاج ان هو يعني يطلب المساعده الطبيه، علشان طبعا الاكتشاف المبكر لاي اعراض في هذا السن بتبقى مفيده جدا على الناتج الخاص بالعلاج اللي لو قدر الله كان محتاج اي تدخل طبعا. طيب دكتور، حضرتك قلت نقطه هامه، يعني اصل اللي بيعامل او بيرعى كبير السن محتاج فعلا تثقيف وتوعيه، وكبار السن
يعني في هذا النقاش الطويل على مدار سنين في يعني ثقافة متأصلة عند كبير السن انه انا لا انا مش هروح للدكتور، لا انا مش يعني انا خلاص كده انا خليني قاعد في البيت. وهل في من ضمن البرنامج يعني فعلا التعامل النفسي مع التثقيف ده، انه يأكد ان كل واحد من حقه ان هو يحافظ على صحته، كبير السن من حقه ان هو يهتم بنفسه، لان في الجزء اللي هو زي ما بقول لحضرتك اللي هو بيبقى كبير السن مستسلم للمرض وانه يقول انا مش هروح انا تعبان انا خليني قاعد في البيت احسن. طبعا يا فندم كلام حضرتك مظبوط، هو جوهر الرعايه الصحيه الاوليه ان احنا بنراعي احتياجات المواطن بشكل كامل. الاحتياجات دي بتبقى في احتياجات منها طبية واحتياجات نفسية، وبعض الأحيان بيبقى ليه كمان بعد اجتماعي بالنسبة ان احنا نراعيه.